اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مع حضراتكم في مع منتخبنا القومي في كاس العرب في قطر. وطبعا محسن كنا بنتكلم على مباراه الاردن امام المنتخب المصري. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، المنتخب الاردني على حتى نتكلم على المستوى المعنوي، اعتقد معلوش نفس الضغوط ونفس البريشر اللي على لعيبه المنتخب المصري، وبالتالي الامور فيها خطوره كبيره على المنتخب المصري، ما فيش شك يعني. طبعا بالاضافه لكده يا كابتن هاني، كان يعني في حاجه اتمنى طبعا المنتخب الاردني ما يستغلهاش، هي بالمناسبه المنتخب الاردني والمنتخب المغربي بتصبوا في صالحهم، ان المنتخبي مصر والجزائر في مباراتهم مع بعض اول امبارح استنزفوا كتير، يعني استنزفوا ذهنيا. كانت يمكن مباراه سريعه بدنيا. لا كمان الضغوط بتعمل يعني ايه، هتقول لي مثلا منتخب الجزائر بان عليه اكتر في الشوط الثاني، ما جاش الشوط الثاني يعني، حتى كنت لو كان استمر منتخب الجزائر بنفس الاداء الشوط الثاني زي الشوط الاولاني كان ممكن كسب 2-0 مثلا، لكن هو وضع عليه الضغط الذهني او الضغوط اللي حصلت له اثرت عليه. هنقول منتخب مصر زاد في الشوط الثاني، ما هو ده برده اثر عليه انه ذهنيا لعب اكتر 90 دقيقه بنفس المستوى او زاد مع الوقت، فده برضو الضغوط دي فكت يعني اللعبة بعد المباراه. حضرتك طبعا تتكلم اكتر مني في الجزئيه دي، حضرتك لاعب كوره. لا طبيعي طبيعي بيبقى الضغط العصبي والضغط البدني بيأثر بشكل كبير، لكن ان شاء الله يعني ان شاء الله ما يستغلهاش يعني بالظبط. عندنا طبعا فريق الاعداد محضر لنا مشوار المنتخب المصري والمنتخب الاردني في كاس العرب، طبعا ثلاث مباريات. المنتخب المصري انهى دور المجموعات في المركز الاول، الاردن في المركز الثاني في مجموعتها اللي كانت طبعا مجموعه كمان قويه، كان فيها منتخب المغربي والمنتخب السعودي. منتخب مغربي بس، لكن السعودي السعودي بالصف الثاني، الفلسطيني يعني كتر خيره. مظبوط طبعا. الاثنين حققوا فوزين، المنتخب المصري حقق فوزين، كذلك المنتخب الاردني. منتخب مصر بلا هزيمه، المنتخب الاردن بهزيمه واحده امام منتخب المغرب. صحيح. التعادل كان مره واحده للمنتخب المصري، والاردن ما تعادلتش. 7 نقاط لمصر، 6 نقاط للاردن. طبعا له من الاهداف 7، المنتخب الاردني ليه 5، المنتخب المصري عليه هدف واحد، المنتخب الاردني عليه 5 اهداف. خلينا نتكلم بعض يعني في بعض الاحيان او احيان كثيره الارقام ما بتدلش بالظبط بشكل كبير على قوه المنتخب يعني. المستطيل على ارض الملعب او المستطيل الاخضر كل ده ملوش اي اعتبار، ومين اقوى من مين ملوش اي علاقه خالص. لا تزال اي فرصه لو البرازيل حتى بتلعب مين في النهايه 50-50، لان في كره على ارض الملعب في النهايه هم 11 ضد 11، الفوارق بقى بتحصل ما بين اللعيبه طبعا، او ظروف كل مباراه، زي مثلا منتخب مصر يحسب بالمناسبه لكروش ان هو بيفقد في اول نص ساعه 2 لعيبه، وقبل المباراه كان عنده قفشه، فده بتبقى ظروف مباراه، طرد مثلا لا قدر الله من هنا ومن هنا. لكن على في النهايه هي 50-50، عشان كده يعني كل المعطيات بتقول منتخب مصر في طريق مفتوح للفوز، لكن على ارض الواقع اتمنى ان احنا ما نتغرش بهذه الجزئيه ونلعب مباراة قوية جدا من البداية، لأن أي دقيقة بتعدي بتبقى في صالح المنتخب الأردني اللي هو جاي يلعب مباراة بكل أمانة للمتعة، ما عندوش أي حاجة إلا بقى لو إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرم منتخبنا كده في البداية ويسجل جون ولا 2 في أول ربع ساعة، فهات العملية ممكن تفتح معاك، فبالتالي هو يبتدي بقى يحافظ على كده.